طيب حضرتك دلوقتي بتقدم مش بس الفسيخ والرنجة والسردين، انتوا كمان بتقدموا عجينة الكافيار، بتقدموا الأسماك المعلبة، بتقدموا الأنشوجة. طبعا ده تطوير من المهنة برضه. طبعاً. تطوير طيب. من المهنة. الزبون النهاردة في عصر الدليفري والتيك اواي، ايه الحاجة اللي بيقبل عليها اكتر؟ واي فئة عمرية؟ يعني مثلا فئة سيدات البيوت بتقبل على ايه؟ فئة الشباب بتقبل على ايه؟ فئة الراجل اللي عايز يجيب اكل حرشة لبيته، ايه كل نوع بيقبل على ايه؟ والله يعني الزبون بيختلف على حسب طلباته او مذاقه في الاكل. في واحد ما يحبش الفسيخ يحب الرنجة، في واحد ما يحبش السردين يحب الرنجة، فكل واحد وطبيعة أكلته ومزاجه واللي تعود عليها. لكن الغالبية العظمى هي الفسيخ والسردين والرنجة والملوحة، دي الغالبية. في بقى زبون للبطارخ فقط، في زبون للكافيارات، في زبون للسيمون في ميه، في زبون للمنتجات بقى اللي هي ايه حديثه، المكر المدخن عملناه، فده له زبونه وده زبونه. لكن الغالبيه العظمى من جمهور المستهلكين هو الفسيخ والسردين والملوحه والرنجه.